والحقيقة إحنا طبعا يعني عايزين نبتدي معاك من الصغر. أنت دمياطي، ومن البداية كنت مهتم جدا جدا بعالم المسرح وأنت في المدرسة، وكان معاك المرحوم الأستاذ يسري الجندي، كنتوا زمايل. تمام. وكان لكم تجربة الحقيقة في راس البر، ممكن يعني نعرف علاقتنا بالمسرح أنا ويسري الجندي تعود لسن العاشرة واحنا في ابتدائي. مدرس اللغة العربية قال لنا أنا عايز تعملوا مسرحية، عرض علينا رأي إنه احنا اللي نعمل مسرحية مش هو اللي يقدم لنا مسرحية. قال لنا في جريمة قتل وعايزين نوزع الأدوار، أنت تاخد دور وكيل النيابة أو المحقق، أي وأنت كاتب الجلسة، وأنت المتهم، وأنت الضابط، وزع علينا الأدوار وقال لنا اتكلموا. سابنا إحنا نألف ونعمل الدور اللي يعبر عن هذا. يعني أطفال يكتبوا نص أطفال مسرحي؟ يكتبوا نص مسرحي شفاهة مش كتابة، شفاهة. دي كانت البداية في الحقيقة اللي خلقت فينا، وربما هو يمكن ده السبب في إيه خلقت فينا أنا والصديق يسري الجندي، كان معايا في نفس المسرحية. ده خلينا كمان نعمل مسرحية في آخر السنة إسلام عمر. أنا خدت دور عمر بن الخطاب وخارج علشان ينتقم من المسلمين، فيقولوا له أنت جاي تنتقم من مين؟ ما تشوف أختك اللي أسلمت وأنت ما تعرفش. ورجع كان خباب ابن الأرت اللي هو كان بيعلمها الدين وبيعلمها الإسلام، عرضت عليه الآية بتاعت الصورة بتاعت طه، فدي اللي كانت البداية اللي خلت إسلام عمر. طب يعني معنى كده أنه اهتمامكم بالمسرح كان مبكر جدا جدا، وده يمكن كمان يعني بيدينا لمحة كده عن كيف تؤثر المدرسة والمدرس في توجه شخص طول عمره. ما هو المسرح في الأساس تربية وبيربي حقيقي، يعني ما هوش مجرد لعبة مسرحية، لا ما هوش لعبة، هو شكله لعبة لكن هو في نوع من أنواع التربية ونوع من أنواع الرسالة ونوع من أنواع الحوار اللي بيعلم كمان إيه، بيعلم كيف تتقبل الرأي الآخر. ما هو المسرح قائم على حوار. توفيق الحكيم قال في كتابه زارة العمر إن أنا قعدت أقرأ المسرح العالمي علشان أدخل الحوار في الثقافة العربية. 30 سنة من عمره وهو بيحاول ينفذ هذا المشروع، إنه ينجز ما يقرب من 3000 سنة مسرح في 30 سنة من عمره.